على رجاله الاهلي قد التحدي. حد اسمه اخصائي علاج وظيفي هو عامل اسمه علاج وظيفي قال لك يعني فساد الكاف، ما حدش بيتكلم حتى جمهور النادي الاهلي يا جماعه، يعني بيتكلم عن فساد الكاف عدى حدود البلد منحوا البطوله بالتزكيه، لماذا سنلعب المباراه؟ هي ده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لماذا تلعب هذه المباراه نهائي دوري الابطال في افريقيا في اجواء غير عادله؟ هو ده اللي الناس كلها بتساله، حد اهو بيتكلم لوحده. ابراهيم بيقول على برضو رجاله الاهلي قد التحدي، يا رب عالي انصر الاهلي الغالي ان شاء الله هنكسب سلامه. ياسر بيقول جمهوره في كل مكان وجايب لقطات للجمهور، هاتولنا شباب اللقطات دي وحطوها لنا على الشاشه برضو. عزة طه بيقول نحن الاهلي الاكبر في افريقيا، حاربوا باسم جماهير تعشق كره القدم، بيقول نحن مصر، نحن الاهلي الاكبر في افريقيا. لميا بتقول رجاله الاهلي قد التحدي. محمد بيقول ما يفسده الليفر يصلحه الاهلي باذن الله. تمام. السيد او السيد سعيد اصغر اهلاوي في مصر، سليم السيد بيقول يا رب الاهلي يكسب افريقيا وفي انتظار اول بطوله في حياته، وجايب ابنه بقى صغير قد كده. حد تاني بيقول واثق في رجالتنا جدا، لو توفرت ظروف تحكيميه عادله الاهلي هيرجع بالرقب، ده عبد الله رجب يا مسهل.